درس نمول وخيوط. في بيوت بلدتنا أخمين بمحافظة سوهاج أنوال وخيوط، كل العائلات تغزل أغطية وسجادا ومفارش وشيلانا. في ليلة كنت جالسا أفكر، فدخل خالي وسألني: بماذا تفكر يا حمدي؟ قلت: لقد اقترب العيد وأريد أن أهدي أمي هدية جميلة، فهل لديك اقتراحات يا خالي؟ فرد خالي: ما رأيك في أن تغزل لها شالا بلونها المفضل ليشعرها بالدفء؟ قلت بسعادة: إنها فكرة رائعة. ساعدني جدي في غزل الخيوط على النوي، ثم قال لي: تعال واختر نقوشا تغزلها على الشال. وفي يوم العيد فاجأت أمي بشال أخضر مكتوب عليه: حبيبتي. فرحت أمي وامتلأ البيت بضحكاتها في نهار العيد وسط العائلة. استخرج عندي كلمة بها لام قمرية زي كلمة العائلات والعيد. مد زي خالي، نوع مد بالألف الحرف الممدود الخاء. أسماء استفهام زي ما وماذا، كلمة بها شدة مثل جدي. نوع الشدة شدة بالكسر والحرف المشدد الدال. إيه الأسئلة اللي ممكن تيجي في الدرس؟ ممكن يقول لي: أين يعيش حمدي؟ هقول: في بلدة أخميم بمحافظة سوهاج. ماذا يوجد في بيوت بلدة أخميم؟ أنوال وخيوط. ماذا تغزل العائلات في بلدة أخميم؟ تغزل أغطية وسجادة ومفارش وشيلان. فيما كان يفكر حمدي؟ في أن يهدي أمه هدية جميلة في العيد. متى أهدى حمدي أمه الشال؟ في نهار يوم العيد وسط العائلة. يلا بينا نستعرض مع بعض أهم المعاني اللي جت في الدرس. عندي نون تنسج الخيوط عليه، يغزل ينسج، الشال قماش يوضع على الأكتاف، اقتراحات آراء، النقوش الزينة، وباقي المعاني موجودة في المذكرة صفحة 34. الدرس ده فيه معاني متعددة، تعالوا نشوف ايه المعاني المتعددة اللي ممكن تيجي. يجي يقول لي: زرت خالي اليوم. الطعام خالي من الدهون. ايه معنى خالي في الجملة الاولى ومعنى خالي في الجملة الثانية؟ زرت خالي اليوم، خالي هنا بمعنى اخو الام، لكن لما اقول الطعام خالي من الدهون، خالي هنا بمعنى فارغ يعني مفهوش اي دهون. برضو عندي كلمة عيد. عيد تلميذ مجتهد. اقترب عيد الام. ما معنى عيد في الجملة الاولى وما معناها في الجملة الثانية؟ الجملة الاولى لما اقول عيد تلميذ مجتهد، عيد هنا اسم ولد، ولد اسمه عيد، لكن اقترب عيد الام، عيد هنا بمعنى مناسبة، اللي عيد الام ده مناسبة قربت. طب ايه شبكة المفردات اللي ممكن تجيلي؟ عندي بيوت النوبة. بيوت النوبة زي ما خدنا في الدرس، ممكن الاقي فيها ايه؟ اشوف فيها ايه؟ فيها مفارش، سجاد، شيلان، اغطية، خيوط، نقوش. وارجو حل الاسئلة في المذكرة وكتاب المدرسة، وشكرا.